مرحبا بكم جديد. إذا في حكايتنا بالنسبة لليلة عائلة كاملة تقريبا حرقت في جريمة في دمياط. في وسط الشقة متاعهم سيدة وبناتها الأربعة كلهم تحرقوا. منعت بناية برك البناية الكبيرة اسمها منة ومنع البو عبد الحميد. شهدت الأولية قالت أنه البو منع خطره ما كانش في الدار، كان في القهوة وعيطوله من القهوة وجاي يجري من القهوة ولكن خلط مخريس، وأنه بنته الكبيرة لأنها كانت مسكر على روحها الباب وما كانتش موجودة بحذا المكان اللي انتشرت فيه الحرائق من الأول، وبالتالي أمكنها أنه يخرجوها وتمنع ببعض الاختناق، لكنها سريعا تجاوزته ومنعت. لكن برنامج اسمه انتباه في مصر باش يبدأ يبربش في الموضوع إلى أن يتحصل على شاهد اسمه محمد شعبان يروي تفاصيل باش تكشف شنو اللي صار بالضبط في 7 نوفمبر 2016 في شقة هذه السيدة وبناتها. محمد شعبان يقول بداية أنه اللي قام بإشعال النار بالنسبة ليه هو عبد الحميد غراب، زوج شيمة وابو البنات. بالأمارة يقول شعبان أنا أول واحد وصلت على عين المكان، أول ما سمعت صوت قوي متاع انفجار وصياح خرجت نجري من الدار وإذا بيا نلقى سي عبد الحميد وكأنه ينظف يديه. قلت له عبد الحميد عندك النار في وسط دارك لاباس؟ ما جاوبنيش. قلت له لمرتك والبنات في وسط الدار؟ ما جاوبنيش. جيت باش نصدم على باب الدار نكسر الباب ونخرج شكون النجم نخرج، يا اخي ما خلانيش. منعني عبد الحميد من اني ننقذ مرته وبناته، الا ما دزيته من بعد غصبا باش نجمت في نهايه المطاف اني نضرب الباب ونخرج واحده من البنات بركه اللي نجمت نمنعها واللي هي منا. بالتالي بالنسبة لي السيد هذا مش كان موجود في القهوة وخلطت وما في بالوش كما قالت بعض الشهادات المزورة، وإنما هو اللي شعل النار في داره. والشهادة هذه يأكد عليها محمد شعبان ويقول وأنه اتقال اللي هو جاي من داره فقط لأنه العائلة متاع غراب هذه عندها نفوذ والجيران كانوا خايفين لا يتكلموا يقولوا كلمة منا ولا منا، فحتى أي واحد شافوا سي هذايا السيد في داره قال راني مريتوش وراهو جاي من القهوة يجري، وكانت شهادات باطلة. اسمع معايا محمد شعبان وهو يقدم في الشهادة متاعه في برنامج انتباه. سمعت صوت انفجار فجريت من الورشه في نص الشارع بين البيت والورشه كده حوالي من 150 متر 200 متر، فوقفت في نص الشارع اشوف الانفجار ده جاي منين. لقيت عبده نازل من البيت داخل على باب القهوه، فدخلت عليه لقيت وشه والع وايديه والعه، فلقيت عبده كان في مخزن جرد الطعميه بتاع تكييف، فجابه من رحمته عمال يطفي في نفسه كده وبيكب على نفسه كده مليان ميه، فسبته وطلعت اجري على فوق. انا كسرت الباب، بعد ما كسرت الباب جيت احاول اخش، عم فتحت عيني لقيت عبده قدامي طلع كان واقف قدامي، فبساله عيالك جوه؟ هو في حاله هستيريا ما هوش ده عبده اللي انا اعرفه. شهاده محمد شعبان الشاهد الرئيسي في القضيه، شاهد بان الزوج عبده كان واقف قدام باب شقته وعياله جوه بتتحرق وهو ساكت. ده عكس أقوال الزوج في النيابة طبعا. مش بس ساكت ده، وكل ما محمد الشاهد يحاول يدخل الشقة يمنعه ويرد الباب. بعد هذه الشهادة أصبح الاتهام واضح وأصبحت الحكاية إعلامية، وزاد الضغط على المحققين وعلى الشرطة في البحث على سي عبد الحميد غراب. هذا عبد الحميد غراب اللي باش تلقاه 3 شهور من بعد في مصحة للأمراض العقلية. الحقيقة
مشيت خبى في المصحة متاع الأمراض العقلية وعملوا له ملف على أساس وأنه مريض عقلي. من يقتلك العائلة متاعه عندهم بعض النفوذ مش كان مع الشرطة حتى مع الطب والسبيطارات. تعمل له دوسي متاع أنه مريض ودخلوه في مصحة الأمراض العقلية. بالطبيعة كي خاضت الأمور وعرفوا اللي هو موجود في المصحة خرجوه وفحصوه واكتشفوا أنه لا عنده أمراض عقلية ولا هم يحزنون. هي شنو هو اللي يخلي أبوه يقتل مرته وبناته؟ ولقينا برشة حالات اللي نجم بين الأزواج تصير جرائم، والرجال خاصة نلقاوهم في عدة أحيان يرتكبوا جرائم ضد نسائهم. ولكن من هذا إلى أنك تلقاه يرتكب جريمة في كل في صغار والكل، هنا الأمور تختلف. شنو اللي خلاك ترتكب هذه الجريمة في مرتك وبناتك يا سيد؟ ارتكبت فيهم الجريمة خاطر مرتي كانت تجيب كان البنات، جابت لي كان البنات. قد ما عاودنا جبنا صغار، وين علاش نجيب في خمسة صغار؟ في كل مرة حبيت نجيب ذكر ولكن ما جبتوش. هي ما تجيب كان البنات، خمسة بنات، وانا ما عادش النجم هذه العيشة، فقررت أني نقضي عليها هي وعليهم الكل. سي عبد الحميد غراب إذن قضى على مرته وبناته خطر بالنسبة لي مرته تجيب كان البنات. مناسبة دايور باش نرجع نقول لك حكاية السؤال اللي حكينا عليه في أول الحلقة. قلت لك واحد من أكثر الأسئلة اللي يسألوها العرب على مواقع الانترنت وخاصة على جوجل، وما نعرفش كان كلكم تعرفوا الجواب العلمي متاعها. شكون المسؤول على إنجاب البنات وإلا الأولاد؟ بون صحيح تدخل في الموضوع راي عدة عوامل، ولكن العامل الأبرز نحب نعرفه شكون. مش باش نطول عليك برشا، نفسر لك باختصار العملية لإنجاب صغير ذكر ولا أنثى. فما زوز كروموزومات يتقالوا لهم، كروموزوم إكس هو كروموزوم أنثى، وكروموزوم إيغريك وهو كروموزوم ذكر. بالنسبة لعملية الإنجاب شنو يلزمها سيدي خوي؟ يلزمها بويضة من عند المرأة ويلزمها حيوان منوي من عند الراجل. البويضة اللي عند المرأة فيها كان الإكس، نسطروا عليها، فيها كان الإكس. أما الحيوان المنوي ففيه الإكس والإجراج. فما حيوان منوي إكس وحيوان منوي إجراج. العملية شنو تصير؟ إذا كان للبويضة وصل لها الإكس قبل إجراج، مش نلقاو في وسطها هي فيها إكس ديجا، مش نلقاو إكس إكس، وبالتالي الجنين مش يكون بنية. إذا كان وصل للإيغريك قبل ودخل للبويضة قبل، فهنو باش نلقاو كروموزوم إكس إيغريك، وإكس إيغريك يعطي وليد. وبالتالي إنجاب ذكورة ولا الإناث متعلق أكثر أكثر بالراجل من المرأة. الراجل هو اللي يحدد جنس الجنين. فما برشا عوامل أخرى تنجموا تلقاو تفاصيلها على الانترنت، منها مثلا علاش فما ناس يجيبوا أكثر أولاد من أكثر بنات، علاش فما شكون يجيبوا أكثر بنات من أكثر أولاد. هذه كلها عوامل أخرى، ولكن الأساس أنه الإكس والإيغريك موجودين عند الرجل، وهو اللي عنده التحديد متاع الجنس متاع المولود باش يكون ذكر وإلا أنثى. لكن السائد طويكة بخلاف هذه النقطة اللي كنا نحكي فيها علمية، السائد في مجتمعاتنا أنه النساء هي اللي تجيب ذكورة وإلا أنيفي. وبالتالي وقت اللي واحد يجيب مع مرته برشا بنات يقولوا المرأة ما تجيبش الأولاد،
والعكس بالعكس. لكن شفتوا معايا أنه من الناحية العلمية الأمور لا تنطبق، وبالتالي اللي عمله السيد عبد الحميد من تحميل مسؤولية لمرته في أنها تجيب البنات وبناء على ذلك قتلها وقتل بناته، ما هو إلا من الكليشيات الغالطة اللي موجودة في أذهاننا. في سبتمبر 2020 سيتم الحكم على عبد الحميد غراب بالإعدام بعد ثبوت هذه الجريمة في حقه، جريمة قتله لزوجته وبناته الأربعة حرقا. نستنى تعليقكم على هذه القضية وعلى هذا الموضوع اللي فيه الكثير من الجدل ديما كل ما يتم طرحه. على أمل لقاكم قريبا، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.